الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، حضرات الموافد المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرف حكومية المستقبلية والرؤى المستشرفة للاقتصاد الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية والتي حرص صاحب المقام السامي على توجيه هذه الحكومة تكريسا لخدمة أبناء الوطن الغالي. وأود أن أستعد خطابي هذا باستذكار كلمات مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في خطاب العرش السامي لافتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، حين قال: هي دورة عادية في ظروف استثنائية. فها نحن نضع بين أيديكم اليوم من هذا المنبر وأمام هذا الجمع الكريم من ممثلي أبناء الوطن العزيز بكافة أطيافه وفئاته، لكي أقول لكم بأننا لسنا مسلمين فحسب، بل معايشين للتحديات التي يعاني منها أفراد أسرتنا الأردنية الواحدة، وقد دأبنا على إعداد هذه الموازنة بما يعكس ولو الجزء اليسير من أمالنا وتطلعاتنا لغد أفضل بإذن الله. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي بين أيديكم هو مشروع وطني بامتياز، تتجلى فيه روح التعاون والتكامل والحوار الفعال بين السلطة التشريعية التي حرصت على أن تنقل مطالب أهلنا من كافة أنحاء الوطن، والقطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية، والسلطة التنفيذية التي عملت على ترجمة هذه المطالب لموازنة حقيقية وواقعية في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ورؤاه في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة مضمونة. ولذلك يجب علينا جميعا العمل باجتهاد وكفاءة لنتمكن من تحقيق تطلعات مواطنينا ولتلبية احتياجاتهم وتحفيز طاقاتهم من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو ويخلق الفرص لكل مواطن أردني طامح. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، لم يتسنى لأبنائنا على مدار عشرة أموال أعوام خلت أن ينعموا بما كنا نطمح له من إنعكاس النمو على مستوى معيشتهم دون التأثر بالظروف المحيطة بنا في المنطقة العربية والعالم. ولكن وعلى الرغم من تداعي الصدمات والتباطؤ الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصادنا الوطني والحمد لله أثبت مناعته وقدرته على تقديم مثال يحتذى به لاحتواء الأزمات، وقد انعكس ذلك سلبا على مواردنا المالية وحملنا أعباء إضافية تقدر بتراكم نحو 12 مليار دينار كدين عام إضافي خلال العقد الماضي. وإننا وسط هذا الجو الإقليمي المضطرب نقف وقفة تفاؤل وترقب ورهان، فالتفاؤل هو دوما عنوان مسيرة الأردن رغم التحديات الصعبة، والترقب لأن اقتصادنا بطبيعته منفتح على العالم يتأثر بما يدور حوله من متغيرات تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني. وأما الرهان فهو على أبناء وبنات هذا الوطن الأشم الذين لا تنضب طاقاتهم وإمكانياتهم واعدة ولا يعرف ركاعهم من حدود. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، نحن نعي تماما بأن الإصلاحات المنشودة وغيرها من الخطط والبرامج سوف تؤتي أكلها على المدى المتوسط والطويل، ونعلم يقينا بأن التحدي الأكبر هو ما سيلمسه أبناؤنا في المدى القصير. ولقد أثبتنا كأردنيين صبرنا وتحملنا للظروف الاقتصادية الصعبة، وتعاملنا معها كجسد واحد اشتكت أطرافه من شبابنا المتعطلين عن العمل، وأهلنا المضطرين بالهموم المعيشية، فتداعبت لهم أسرتنا الأردنية الواحدة. لذلك فإنه لا سبيل لنا للتعافي
إلا من خلال موازنة تستهدف الاستقرار المالي من خلال تحقيق النمو إن شاء الله. وكخطوة أولى لبناء الثقة في هذه الموازنة وتبديد المخاوف المبررة، فعلينا أن نوضح وبشفافية الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته حتى ننتقل منه إلى مرتكزات إعداد موازنة العام القادم. لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2019 بما نسبته 1.9% ويقدر أن يبلغ نحو 2% بكامل عام 2019. وارتفع معدل التضخم مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نحو طفيف بلغ 0.3% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019 مقارنة بارتفاع نسبته 4.5% لنفس العام لنفس الفترة من عام 2018. ويأتي ذلك في تلاشي أقل الإجراءات الحكومية المتخذة في بداية عام 2018. أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد شهدت الصادرات نمواً مقدر بنحو 7.8% في الشهور الأسرة الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 5.3% ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط العالمية. وبالتالي فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7% ليصل إلى 5.7 مليار دينار في الشهور التسعة الأولى من عام 2019. وفي سياق المماثل فقد انخفض عجز الحساب التجاري بميزان المدفوعات بما نسبة 33% حيث بلغ نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول لعام 2019 مقابل 10.4% في عام 2018. وتشير البيانات في الشهور التسعة الأولى في الشهور العشرة الأولى من عام 2019 إلى نمو الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل إلى